متابعين قناة كريمة فرنس، هذا هو المنزل للفنان المحبوب اللي رحل في البيت ديالو وهو ناعس. بزاف الناس قالوا الزوجة ديالو ما جاتش وما باناتش، لكن كي كتشوفوا الزوجة ديالو هو كان نزل واحد الصورة اللي كانت كتجمعه بينه وبين وليداته والزوجة ديالو. لكن كيف كنا كنعرفوا الفنان الراحل عمر شريف اللي ما كانش كيبغي يبين ولاده بزاف في الريزو سوسيو وحتى الزوجة ديالو. لكن حبابي البيت ديالو اللي توفى فيه كي كتشوفوه من مدينة الدار البيضاء، اللي توفى في بيت النعاس ديالو ناعس تقريبا هنايا جاو وعندو البوليس والشرطة كيف ما شفنا كاملين الفيديو تقريبا مع داك الوحدة ونص جوج ديال الصباح. لكن هنايا كنشوفو بزاف ديال الصحافة اللي باغين باش يمشيو يتكلموا مع زوجة المرحوم ويديروا معها لقاء صحفي ويقولوا لها علاش ما كنتيش حاضرة مع الزوج ديالك في نفس البيت. البيت ديال الفنان من الداخل. قبل ما نشوفوا كل التفاصيل ما تنسوش الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا كل فيديوهات واشعارات جديدة. في نفس الوقت متابعين قناة كريمة فرنس كنشكركم كاملين لانكم التحقتوا بيا على الباجات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك انستغرام تيليجرام وحتى تيك توك. اللي باقي ما التحقش بيا فكنقول لكم مرحبا بكم. المهم حبيبي متابعين قناة كريمة فرنس، بزاف ديال الصحافة حاولوا انهم يتواصلوا مع زوجة الراحل او زوجة الفنان عمر شريف، لكن هي كانت ديما كترفض انها تلاقى بهم. المنزل اللي توفى فيه عمر شريف الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، منزل ديالو بمدينة دار البيضاء، لكن الدفن تم مدينة فاس. للأصول ديالو من مدينة فاس والعائلة ديالو اللي متواجدة في مدينة فاس، لكن كيف ما شوفنا العائلة ديالو اللي قررت أنهم باش يمشيو يدفنوه في المدينة ديالو الأصلية اللي كبر وتزاد فيها اللي هي مدينة فاس. وفي نفس الوقت هنايا هو كان عايش في مدينة دار البيضاء، ولكني كان كيجي يقضي غير العطله ديالو ولا لا كانت عنده شي خدمه كيجي كيخدم في نفس الوقت كيمشي للدويره ديالو. لكن احبابي هنا بزاف الناس كتسائل وكيقولوا علاش الزوجه ديالو ما كانتش متواجده معاه. الزوجه ديالو جوج الاطفال ديالو اللي هي البنيته والوليد الله يصبرهم على فرقه الاب ديالهم ويصبرها هي على فرق الزوج ديالها اللي كانوا متواجدين في الديار الاسبانيه. لكن هنا الفنان عمر شريف اللي تا هو كان مقيم مع الابناء ديالو والزوجه ديالو في ديار الاسبانيه، لكن هنا كينتقل الى المغرب على اساس انه كانت عنده خدمه وكان ناوي يكمل الخدمه ديالو، وفي نفس الوقت غادي يرجع للديار الاسبانيه لعند الزوجه والابناء ديالو، لكن ما كتبش ليه ام الامانه دا امانته. هنا الفنان فارق الحياه وهو في البيت ديالو في مدينه دار البيضاء، وفي قلب البيت ديالو كما قلت لكم جبروه متوفي وبوحدو. بزاف ديال الناس اللي كيقولوا علاش الزوجه ما كانتش عايشه معاه او لا علاش الابناء خلاو الاب ديالهم بوحدهم. خاصكم تعرفوا الابناء زادوا وكبروا في ديار الاسبانيه، وفي نفس الوقت هو كان عايش مع وليداتو والزوجه ديالو، لكن كما قلت لكم الخدمه اللي داتو المغرب، وكان ناوي انه يرجع لعند وليداتو والزوجه ديالو لكن ما كتبش ليه، وفي نفس الوقت الروح مشات عند الله. وهنا احبابي كي كتشوفوا المنزل او الجوله من المنزل للفنان المغربي عمر شريف رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.